Hi guys, مرحبا. 안녕하세요. 세일입니다. اليوم الفيديو راح يكون اليوم التاريخ 3/8 عيد ميلادي. اليوم راح أدي يوم مختلف شوي. أول شيء شكرا لكل الناس اللي باركوا لي بعيد ميلادي رسائل أو على الإنستغرام ستوري أي إشي. كتير شكرا لكم، كتير انبسطت منكم. وهلا راح أورجيكم فلوج في عيد ميلادي، كيف راح أقضي عيد ميلادي في كوريا. فاليوم هلا رايحة أتغدى أنا وماما ورياض، رايحين نتغدى مع بعض. أنا تقريبا صحيت اليوم مع 10 هيك إشي، متأخر شوي 10-11، فمش مفطرة أنا. فقلت خلينا خلاص بدون ما أفطر أروح على طول أتغدى. فراح أروح أتغدى في مطعم أنا نفسي كنت أروح عليه من قبل. رياض إيش حابب تحكي لي في عيد ميلادي؟ كل عام أنت بخير بس ما فيش هدية. كل عام أنت بخير بس ما فيش هدية. خلينا نروح على المطعم. هلا يا جماعة وصلنا المطعم، هو اسمه رولينج باستا، هي طباخ مشهور في كوريا، فهو عامل مطعم. ف هيو هو يهمه كريم باستا هنا رام وزي كريم شريم باستا كريبو يوغي مارغريتا بيتزا سمول وانا تسيو بين اديكا انتهي ايه ايه مكتوب هنا، لقينا انه اذا صورتوا المنيو وكتبتوا هاي الهاشتاج اللي مكتوبة هنا بيعطونا مشروب ببلاش، يا سبرايت يا كولا. فنزلنا احنا وطلبنا سبرايت. اجت اول اكلة مع جمبري وروجة وكريم. هاي اجت بيتزا، هاي اجت اخر اشي بحريات بالكريم باستا زي هيك. هيك اجا الاكلات الثلاثة كلهم، كثير منظرهم حلو وبجنن يا الله. كريم انت بتشاهد قصه كريم اللي بيجي على انا رايحة على تايسو بدي اشتري فيه شغلات نفسي كنت اشتريها في عيد ميلادي، زي بلالين بعمري 16 سنة. هاي يا جماعة هاي اللي نفسي كنت اشتريها. ايش احلى، ذهبي ولا فضة؟ ذهبي. وفي اشياء كمان، هذه اللي نفسي كنت اشتريها. يا جماعة هلا لقيت 16 ذهبي وفضة، مش عارفة ايش احلى. فهذا بشوف كمان جبت البالون، هاي اشتريت انا هذا الفضي اللي بيكون ورا على الحيطة، بعدين بمسك هاي رقم 1 و6 وجبت بالون هاي وبقول اشتري هاي راح يطلع حلو. شوفوا يا جماعة لقيت هاي الاشي، شي غريب بتحطوا فوق الكيكة وبتشغل اغنية. وانا ماشية لقيت محل ديزرت، محل ببيع مشروب وانا نفسي كنت اجرب، فقلت خلص عيد ميلادي اعمل اللي بدي اياه، فراح اشتري اشي اشربه من هان. يا جماعة اشتريت الهاي من ديزرت 39 اسم المحل، فاشتريت من عندهم هكتان بون لاتي اسمه. سيزنجن تغاسم بيان قوات كريغو يقو. سمسم هيا سمسم 안 본지 엄청 오래됐다. Now, I'm going to blow this. Now, here's the U. How do you blow this? Hello, I'm the owner. You don't have to do this. You're the owner. Like this. Wow, it's strange. It's big enough. I thought it was big. It's enough. I've got a lot of money. Why don't you blow this? Because it's... Nice.
아, 아주 조금만 돼. 오, 됐다. 그냥 승민이는 그렇게 하고 넣었어. 그냥 거기다가. 오, 16. 안 빠진가? 거기 끝에를 잘 눌려봐야 돼. 네, 잘 눌렀어요. 누르긴 눌렀는데 안 빠지길 바래요. 가운데다가만 저렇게 해라. 그리고 옆으로 풍경같이 딱 하고. 오, 근데 너무 짧다 싶었어. 여기 벽. 거기 되게 나가지. 이 정도 됐죠? 아이, 끝났어. 와. 16 وحطيت فوق هابي بيرثداي بالضو ها في بلالين ووشطة كلها تقريبا عملت لنا اياها خالة ماما ساعدتنا وبتعملنا اياها زي هيك هاي النتيجة اخر اشي اللي خلصنا من البزين شوفوا هيك حطينا بلالين اعطتني فكره خالت ماما ان اعمل هيك اشي نازل تحت مع البالون ما كنتش عارفه ايش بدي اعمل بالبالون هلا يا جماعه انا طالعه اروح اجيب كيك لعيد ميلاد فراح اجيب كيكه من بسكن روبنز وهي الكيكه مش انا اللي راح اشتريها بعت لي هديه من تشيري موني وهي يوتيوبر اسمها انا تشيريم فهي بعثت لي كيك هدية فراح اجيب الكيك هذا فهيك بعثت لي كيك تشيري موني فهيك شكل الكيك كثير منظره حلو كوريا بدون ما نجيب الكيك نفسه بنفس الوقت ممكن نبعث هيك كارت هي بتكون دافعه وتبعث لي الكارت هاي وانه انا اروح على المحل بس اوجيه الكارت هاي مع باكور تبعته وبنشتري الكيك فهي النظام كثير حبيته في كوريا هيك انا اخذت الهديه فهلا راح اروح على المحل قريب من بيتنا فراح اروح عليه ونجيب الكيكه이것도 뭐냐? 안 된다고 했지. 됐다. 이거예요. 그리고 이제 여기 카드 모바일 카드 좀 봐요. وهلا هيك اخذت الكيكه من بسكن روبنز وهلا حروح على البيت ونفتحه وهذا كان سفرة الأكل اليوم عن جد كان بجنن وكل الأكلات الكورية هذولا كلهم بحبهم كتير فعن جد طعمهم كان بجنن أوه إذا تشو تشوران كرات معالي أوه되게 차가워요 드라이아이스 때문에 어, 네 그거 주세요 드라이아이스 여기다가 이렇게 빨리 이거 녹아 초가 생일 축하합니다 생일 축하합니다 엄마는 왜 이렇게 16번째 생일 축하한다 고맙습니다 들어봐요 1월 1일치다 1월 10일 할아버지 생일도 가면 어떡해 대박 네 받았어요 저는 수철 할머니께서 다시 1조 5만원을 뭐야? 잘 안 보여 제대로. 아디다스 티야 M. 아 티. 티. 아 그거는 제가 말로 할게요. 할아버지가 카메라도 사주시고 또 10만 원도 현금으로 서울 가서 주셨고 이 선물 또 있어요. 할아버지는 짱. 짱. وبس هذا كان فيديو اليوم شكرا لكل حد بارك لي لعيد ميلادي وشكرا لكم كتير وبحبكم كتير ان شاء الله عجبكم الفيديو وبس باي شوفوا يا جماعة كل البلالين احنا بعطناه وطلع هيك هلا حضن كل هذا